السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية التعرف على برنامج اللي فيه ال سي ميديا بلاير الشهير بالقطاس اللي هو القطاس اللي هو القمع ده الأصفر، بيتحول الفيديو إلى لعبة بازل. نشغل الميديا، هذه الميديا عايزين نحول لقطة منها إلى لعبة بازل بهذا الشكل، تمام. بنخش على أدوات، وهنا التأثيرات والتأثيرات القديمة، ونخش على هندسة وأحجبة. كده تحولت إلى لعبة بازل زي ما انتم شايفين اهي. تقدر تجمع الصورة مرة أخرى، تجمع الصورة مرة أخرى. ادي كده الشكل الجمع اهي. يعني مبدئيا يعني ممكن تشتغل وهي يعني شغالة الفيديو، يعني ممكن تكمل والفيديو شغال، ممكن تكمل والفيديو شغال. يعني دي بالنسبة لتحويل إلى لعبة بازل الفيديو بتاعك. وبرضو عشان تسهل على العملية، انت ممكن تشغل عادي، وقف مثلا هنا، وقف وتخلي مثلا خش على ادوات مره اخرى، وخش على ديت التأثيرات القديمه، وخليها ثلاثه او اتنين واتنين، تمام، بحيث تسهل عليك شويه ايه الحفظ. يعني ادي واحده، ادي كده واحده، التانيه، الثالثة والرابعة. دي كده واحدة اهي، تمام، التانية اهي، والثالثة اهي. خلاص كده العملية سهلة. كل ما تقلل من حجم البازل كل ما تبقى العملية سهلة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.